هذه طريقة فعالة وجربتها شخصيا، اختبار التفريق بين الذهب والنحاس بجافيل، فعال وسريع في الاختبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. جبنا لكم طريقة سهلة جدا وفي المنزل يمكن لك التفريق بين الذهب والنحاس، فما عليك أخي المشاهد أختي المشاهدة إلا أن تتبع معنا الفيديو خطوة بخطوة لكي تنجح معك الطريقة، وإنها سهلة جدا. هالطريقة ما كتحتاج لشي مواد صعبة إلا لهذا لافيل اللي كتشوفوا معنا آتشي، كاين حتى ديال الشعب بالعبر ولكن الطريقة ديالو غير مفيدة. هذا فعال جدا في طريقة اختبار الذهب والنحاس، فما عليك إلا أن تتبع الطريقة، سهلة جدا. فنحتاج إلى صحن أو إناء، ونحتاج أيضا إلى مبرد أو هذا الكاغط الثقيل، وكذلك نحتاج هذا المغناطيس. الخطوة الأولى يجب علينا الاستعانة بهذا المغناطيس قبل ما نمروا الاختبار ديال الجافيل، فهذا معدن باين حديد فلا نحتاج إلى اختباره بالجافيل. بهذه الطريقة نختبره، طريقة سهلة. مثلا هذا المعدن ما كيلتصقش بالمغناطيس، الا ما التصقش معنا هذا المعدن هكا وهو اصفر مثلا ذهب او شبيه الذهب، كيف ما كتشوفوا في هذا المعدن يمكن يكون ذهب او نحاس. فالطريقه الصحيحه في كيفيه ازاله الشك، وهي يجب علينا الحك بهذا الكاغط الثقيل في وجه المعدن هكذا، في هذا الوجه من هنا من هذا المكان او لا من هذا المكان، المهم من اي مكان هكا، ونوضع هذا المعدن في هذا الصحن هكا او في اناء. وكذلك عاود غادي نديرو اختبار حتى على هذا الخاتم هذا، نقوم بالحك ديالو واحد شويه، وايضا نديرو حتى هو هذا الصحن. ودابا غندوزو لهاد الجافيل وغادي نخويو واحد شويه في هذا الاناء او في هذا الصحن هكا. الطريقه سهله وبسيطه، راه ما كتحتاجش لشي مجهودات او لشي خبره او شي حاجه. ودابا غادي نتسناو واحد الخمسة ديال الدقائق فقط، الا خمسة ديال الدقائق ما غادي تحتاجش منا بعض الوقت، وغادي نرجعو. ودابا رجعنا من بعد خمسة ديال الدقائق وغنشوفو هاد المعادن. ونديروا واحد النظرة على المكان اللي قمنا بالحك ديالو، كيف ما كتشوفوا هذا الخاتم مازال الشكل ديالو هو هو. هذا كيعطينا دلالة بأنه احتمال كبير أنه ذهب. ودابا غادي نشوفوا هاد البلاصة اللي قمنا بالحك ديالها في هاد المعدن هذا، كيف ما كتشوفوا في هاد الأماكن اللي قمنا بالحك ديالها راه ولات اللون ديالها أسود، وفي وقت قصير جدا أقل من خمسة دقائق شوف كي ولا اللون ديالها. هذا كيعطينا دلالة بأن هذا المعدن ليس ذهب وإنما نحاس. فإذا فدناكم في هذا الشرح فلا تبخلوا علينا بلايك، ولا تنسونا من آرائكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.